كل عام وانتم بألف خير، متواصلين معكم في ثاني عيد أيام الأضحى المبارك. إن شاء الله يا رب عيد يا عم فوق الاستقرار والأمن والسلام على كل أرجاء السودان والأمة الإسلامية. معنا في المساحة دي معنا الشاب أمير بابكر، مرحب بك أمير، ودائما صوت طروب بنستمتع بك في كثير من المناظر، مرحب بك. الله يديك العافية، مرحب بك عمار، وكل سنة وانت طيب، وكل مشاهدين S24 بخير وصحة وعافية إن شاء الله رب. أمير يعني صوت جميل جدا، سمعناك في كثير من المناطق وعبر وسائل التواصل الاجتماعي كثير جدا برضو. العيد ده معك كيف؟ هل في عداد ولا ما في عداد؟ لا ما فعل اللحمة، بس لحمة وشربت. طيب نحن هنتحاور معك حوار جميل جدا فيما يخص العيد، لكن بداية عندنا فيديو نشوفه في هواك يا جميل. يا سلام، نشوفه ونجي من تاني. في هواك يا جميل العذاب سراني، في هواك يا جميل العذاب سراني، على عذابك زيدني في جميل جدا صراحة لعمنا الشاعر الكبير عمر البنا، ويعني فكرة إعادة الأغنية من جديد، الأغاني القديمة خصوصا أغاني الحقيبة، إنها تعيدها من جديد وتقدمها بشكل يلقى مذاق الشباب، هي فعلا محتاج، يعني أغنية الحقيبة محتاج إعادة إنتاج وكده للشباب أيوة، عشان يواكب شوية الزمن الحالي، يعني مش في الألحان ولا في الكلمات، لكن في التوزيع الموسيقي، عشان الناس يعني الشباب يقدروا يتقبلوها وكذا. انتوا اعتمدتوا على شنو في توزيع في هواك يا جميل؟
والله هي الآلة المسيطرة في التوزيع اللي هي الجيتار. ما كان مستخدم فيها. ما كان مستخدم. التوزيع القديم. أيوة صح. طيب يعني أمير ملامح العيد عند الفنانين تلقى ملامحه كده خاصة جدا. تلقى بالليل شغال حفلة ممكن برضو بالنهار. فعاوزين نتعرف على ملامح العيد عندك. والله يا أخي ملامح العيد عندي ملامح العيد عندي زول سوداني. لمة الأهل والضبيحة والفطور ده العيد بشكل مصغر. ما في البيت كده وانتوا قاعدين لما بتعدوا سلكي يقول لك يا أخي كده يا أمير غني لينا؟ يعني ما كثير. بالمناسبة أنا والدي الله يديه الصحة والعافية بيعزف عود وبغني لنفسه كده. طيب أنا داري منك طلب، دارك تهدري لحن لوالدك هو بشاهدنا الآن على الهواء. طيب بما انه نحن في دندنك في الايام المباركه دي نقول مسك الختام صليت علينا نبي الانام محمدا نبي الامام اشفع علي يوم الناس قيام والكل سكوت منع الكلام اشفع لي صليت على النبي البشير ألقاه في اليوم العسير واشفع لي يوم الخلوق تصل الحلوق وتوفنا المهي الحقوق اشفع لي يقويني ويقول من أمتي يوم ما بتفيدني الحسرتي اشفع لي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يا سلام عليك. يعني ده خير هداء بيكون للوالد. بنحيوه بنقول له كل عام وانت بخير. عمنا بابكر أمير دار مشي معك لحتة تانية. الفنان زي ما قلنا في العيد جو والرب بيكون مختلف. لكن أحيانا في العيد بتمشي حفلة معينة كده تطلب منك أغاني معينة. أنت بتكون مثلا مبرف لا ما بتكون مستعدل. التعامل بيكون كيف في الحتة دي؟ والله هي إذا في إمكانية تتغنى مثلا من غير بروفة طلبات الجمهور ممكن يكون محرجة بعض المرات محرجة شديد كمان إذا في طريقة تتغنى ما بتكون في مشكلة يعني لكن إذا مثلا أغنية صعبة ومزيكتها محتاجة بروفات وكذا فدي صعبة شوية تتغنى في الحفل. طيب يعني أمير برضو يعني الفنان له دور ورسالة في المجتمع خصوصا في الفترة الأخيرة شفنا إنه كثير من الفنانين اتجهوا للعمل الطوعي وأنت ناشط طوعي ومتطوع في عدد من المنظمات كده احكي لنا جزء من تجربتك في العمل الطوعي تؤدي من رسالتك في الفن ورسالتك المجتمعية الإنسانية. والله يا أخي هو العمل الطوعي ده عمل إنساني في المقام الأول يعني ما شرط تكون تابع لمنظمة معينة أو جهة تطوعية معينة يعني عمل الطوعي ده ممكن يلقاك في الشارع مثلا عرفت تلاقي محتاج تساعده تلاقي أي موقف إنساني محتاج لوقفة منك الواحد ممكن يعني لكن لما يكون العمل الطوعي والإنساني ده منظم عن طريق جهات ومنظمات كثيرة جدا بيكون له برضو شكل خاص أكيد وتأثيره بيكون أكبر في مبادرات كثيرة زي مبادرة شارع الحوادث يعني بجد شباب ما شاء الله عليهم مجتهدين جدا وفي فترة وجيزة حققوا نجاحات صحيح كبيرة جدا بنحييهم ربنا يجزيهم خير ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. طيب دارك تهديم لي برضو دندنك بيستاهلوا شنو؟ الله يا أخي بيستاهلوا كثير طيب قلبي مال اليوم من جسمي فر وراح
دمت يا محبوب دامت الأفراح. مثلاً يا سلام يا سلام عليك. من العمل التطوعي الإنساني أمير، برضو الفنان عنده دور في مجتمعه ربما فيما يخص الرياضة فيما يخص السياسة، علاقتك كيف بالحاجة السياسة والرياضة؟ والله السياسة دي ما عندي بها علاقة تماما، لا من بعيد لا من قريب، لكن الرياضة علاقتي بها كويسة جدا. بحب كرة القدم شديد، بلعبها وبتفرجها. بعد الشيب ده بتلعب؟ لا ما يغرك الشيب ده من الابتدائي. بحبها جدا والله كرة القدم، و يعني بشجعها وبلعبها، وسباحة برضو، التنس أرضي، بكلها رياضات يعني عندي علاقة وطيدة بها يعني. عالميا بتشجع برشلونة عندي كده خليت برشلونة طبعا برشلونة أكيد يعني قبالي وين مغلوبين غايتو كفار والله سيادتك عادي جدا عادي لسه دي تالت كورة في الدوري يعني. طيب أمير، يعني جو العيد في السودان مختلف، عيدتك قبل كده برا الخرطوم؟ عيدت برا السودان عادي. طيب برضو كده احكي لنا جو العيد برا السودان. والله يا أخي مختلف، العيد برا السودان ما عنده طعم نهائي يعني، اللهم بس يسمع عيد وكده. لكن هنا يعني الحميمية بتاعت العيد بتكون هنا في في الخرطوم أو في السودان. شنو بيفتقدوه المغتربين برا السودان يعني في العيد؟ اللي هي لمة الأهل والمعايدات وناس خاشة وناس مارقة وكذا، دي حلاوة العيد كلها هنا يعني. فالناس اللي بيكون برا السودان حتى لو بيكون في زيارات بتكون بسيطة يعني، ما زي لما يكونوا قاعدين هنا في البلد. بعدين حتى العيد في الخرطوم مختلف عن العيد في الأقاليم. كل يعني منطقة عندها طابع خاص. أيوة صح. في الأقاليم يعني أو في الولايات بيكون يعني العيد أحن من هنا في الخرطوم. عيدت وين في الولايات ذيك؟ عيدت في القضارف، عيد ما أنساه طول عمري. يا سلام يعني حاجة جميلة خالص. طيب سمينا كده اسم سمي القضارف. أي ناس حتجيب سيرته نحن هنقول لك هدي لهم حاجة. طيب يا السمسمة القضارف، يا الزول صغير وما عارف، يا السمسمة القضارف، الزول صغير وما عارف، قلب الريت 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 طول ما هويتك شريف. سمسمة يا سلام يا سلام، إن شاء الله قدروا في خير على كل أهلنا في ولاية الخير القضارف. أمير يعني أنا سعيد جدا معك في الحوار ده، وفي العيد السعيد ده كنت ضيف مميز جدا في صباحات سودان. تسلم كثير. شكرا الشاب أمير بابكر. و حنمشي نشوف فيديو من الكنترول، مسابقة التصوير الفوتوغرافي من سمرعود من جديد. شكرا.